منتخب الاندلس استعمل الله عليك يا اخوان من سيدان الاندلسي حكم الاسرائيلي لعب واضح لعب مفتوح محاولة هجومية خطيرة لأندلسيا عرضية ولو بعدت في اللحظة دوم يلعب كرة عالية داخل الجزاء ما سيطر على سعدان خطرة وسدد ولكن كرة طائشة تعود من جديد لمصلحة المنتخب الأندلسي يلعب كرة طويلة خطيرة راسية وبعدت من حسين علي حيدر هجوم خطير لمصلحة المنتخب الأندلسي يتخلص خطرة وبعدت في اللحظة مع العراق مع منتخبنا الاوروبي ولكن الكابتن الكبير والقدير رامش نيشف استطاع من اقصاء هذا المدرب وحرمانه من الوصول الى اوروبيا اقبال زيدان كره في الخطا ما سيطر عليها زيدان منتقل من صفوف نادي مانشستر يونايتد الى نادي ارنبيل وبالتالي تعود من جديد او اوترخت الهولندي تبعد في اللحظه الرافدين خلال المشوار الاسيوي بشار السد واحد من اللاعبين المميزين لكن حتى الان لم نتابع خطيره كره خطره كانت داخل منطقه جزاء المنتخب الاندلسي سعد ناطق راسيه عيده خطره ولكن يبدو هناك شوف اشاره وحديث من قبل ابراهيم بايش نشوفهم اعاده في اللحظة المناسبة الكرة خطيرة هذه دائما ما تشكل خطورة على الدفاعات لمصلحة أندلسيا تلعب الكرة على داخل الجزاء رأسية مبعدة شوف لاعبين دفاع الفريق العراقي يمتازون بطول القامة بالتأكيد هذه ميزة إيجابية تحسن للعراق تبعد من جديد من مع أندلسيا في كأس آسيا التي جرت خطيرة خلص من أكثر من لاعب وسدد لكن أبعد من الثاني من نبيل سلاقه وبالتالي من اسامه رشيد وسدد ولكن الكره طالت وعدت تلعب الكره تصل الى مارسيلينو كره عاليه راسيه مبعده تعود من جديد كره حائره وغير مستقره زيدان اقبال العب في العاصمه الاندلسيه بشار رسم كره عاليه داخل الجزاء باتجاه بايش ولكن طالت وعدت الى بايش من جديد ابراهيم بايش كرة داخل منطقة الجزاء ولكن تبعد إلى الخارج وبالتالي تماس تعود من جديد داخل منطقة الجزاء بشار رسل محاولة وتسجيل يا بايش يلا أبوي يلعب كرة خطرة ولكن عدت كرة خطرة ولكن عدت كان من الممكن أن تبقي تألق في بطولة كأس آسيا خصوصا المباراة الكبيرة السفاح الجديد الملعب الذي يحمل ذكريات يتواجدون في دكة البدلاء من الممكن أن يكون لهؤلاء جديد هجمة خطرة جديدة لمصلحة الدوري كرة خطرة كرة خطرة الله عليك يا جلال كرة خطرة جلال حسن كانت تمريرة ذكية من قبل هذا اللاعب وتسديدة بالمباشر ولكن جلال حسن شوف تسديدة كانت من قبل ساندي